السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على وجبة عشاء سهلة وبسيطة في نفس الوقت لذيذة. كنتمنى هاد الوصفة هادي تنال اعجابكم. خليكم تابعوا معي المكونات مع طريقة التحضير. اول حاجة غادي نبدا بها عندي هنايا 4 ديال البطاطس. خصاريت البطاطس يكونوا كبار شي شوية، فهمتوما، وغسلتهم مزيان، راه مغسولين. عندي 4 حيت انا على حسب يعني نتوما اللي بغيتو. عندي كذلك الملحه وزيت الزيتون، هذه غير المرحله الاولى. وغادي نحتاج ورق الزبده وورق الالومنيوم. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ ورق الالومنيوم، بسم الله، كناخذ ورق الزبده كنديرو من فوق. هانتوما غادي ناخذ البطاطا ديالنا كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، شويه الملح، كندهنوها كامله بهذيك الملحه وزيت الزيتون. كناخذوا ورق الزبده كنغطيوها مزيان بورق ديال الزبده. بهذه الطريقه دغيا كطيب لينا البطاطا، ما كتاخذش لينا وقت كثير. وغادي ندير ورق الالومنيوم. غادي نكمل نفس الطريقه في البطاطا اللي عندي كامله ونرجع معاكم. صافي انتما من بعد ما درتهم كاملين دابا غادي ندخلهم للفران. غادي نخليهم تقريبا واحد الساعه في الفران. من بعد ما تدوز الساعه غادي ناخذ واحد الموس ونجرب، يعني غادي نخشي موس هكا. الا بانت لي البطاطا صافي راه ولات ساهل باش تخشى فيها الموس، اولا طيب اطبان ديال العود اولا اي حاجه عندكم. الا بانت لكم ساهله انها تخشات في البطاطا راها طابت من الوسط، صافي راه كتحسوا بها ونخرجوا ديك الساعه نكملوا وجبه العشاء ديالنا. صافي دابا من بعد ما طابت البطاطا ديالنا كيف كتشوفوا معايا هنا راها طابت باش جربتها. خشيت خديت هاد الاطيب هذا وخشيته هكا، بانت لي البطاطا راها طايبه مزيان، واصلا كتقيسوها هكا كتحسوا بها رطبه حتى من الداخل راها رطبه. دابا غادي نخليها تبرد، غادي نعطيكم الحشوه اللي غادي نحتاج فيها. عندي هنا لحم الديك الرومي المدخن، ها هو، ممكن تستغنوا عليه تستعملوه غير كاشير او لا لانشون. انا عندي لحم الديك الرومي المدخن، كمية كتبقى على حسب الرغبة. لانشون عندي كذلك فرماج احمر، فرماج ديال سندويتشات، عندي الزيتون قطع دوائر، عندي 3 المعالق كبار ديال الجبن الخاص بالدهن، عندي بودرة ديال التومة، عندي شوية الاعشاب منسمة، كزبر ومعدنوس غادي نخليه للتزيين النهائي، وشويه البزار والملحه. صافي هادشي اللي غادي نحتاج. ندوزو دابا لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نقطعوا هادشي اللي حطيت هنايا، غادي نقطعوه كامل طريفات صغار. حاولوا ما يكونوش كبار بزاف، ديرها ساهله دغيا كتوجد هاد الوصفه، يعني غير المده اللي غادي تاخذ لكم ديال البطاطا وصافي. اما من بعد غادي ندخلها غير باش يذوب الفرماج ونخرجوها نقدموها بالصحه والراحه. ممكن ترافقوها مع شي سلطه اولا ترافقوها مع فخيده ديال الدجاج محمرين اللي كان متوفر عندكم، ممكن ديروه. غادي نقطع كذلك الفرماج ديال السندوتشات، ممكن ما ديروهش، ممكن ديرو غير الفرماج العادي. درت 3 ديال القيطع، غادي نقطع دابا لانشون او لا كاشير اللي متوفر عندكم.
دابا غادي ناخذ البطاطا ديالنا. بسم الله. فرماج حمار كيف صبح عليا ذكرت، غادي غير نديرو من الفوق وصافي باش يذوب من فوق البطاطا. انتم راه طابت، دابا غادي نحاول نقطع كل بطاطا على النص. الافضل تخليوها حتى تبرد، مازال سخونه غادي نخليها تبرد شويه. نحلهم كاملين. هانتوما كتقطع بسهوله. خلي واحد تبرد مزيان. غادي ناخذ البطاطا ديالنا بسم الله، واخا راه مازال ما بردات، كناخذ واحد معلقه نحاولوا نحيدوها ونديروها في شي اناء، راه مازال سخونه. نخليو العشره شويه غليظه، ما نحيدوش كاع البطاطا اللي كاينه. شفتوا راه طابت. صافي انا بعد ما خويتهم كاملين كيف كتشوفوا رتبتهم هنا في هذه اللاطه. هنا غادي ناخذ بطاطا، ها هي شفتوا غادي نمعكها واحد شويه بحال هكا. غادي نزيد عليها شويه الملحه حيت البطاطا راه مسوسه، واخا كثر ما كتدخلش ليها الملحه ولكن ما غاديش نكثر. غادي نزيد عليها كذلك الجبن، ممكن ديروا غير فرماج ديال الفرماج المثلث او المربع ديروه. غادي ندير كذلك شويه البزار، البزار غادي نكثر واحد شويه. غادي ندير شويه ديال البودره ديال الثومه. شويه ديال الاعشاب منسمه. وغادي نحرك كل شيء مزيان وكنمعك في نفس الوقت. ممكن ديروا حتى الطون الا بغيتوا، انا ما بغيتش ندير النكهه ديال الطون. غادي نزيد لانشون وفرماج اللي قطعته والزيتون مقطع، داكشي كامل غادي نزيدو على البطاطا. صافي جميع المكونات درتهم الا الفرماج الحمر، غنخليه حتى نحكو من الفوق و اصبروا معدنوس. المهم انا غادي نحرك مزيان. دابا غادي نبدا نعمر في القوالب ديال البطاطا. هانتوما كنعمرهم مزيان، نضغطو ومن غادي نحاول نعمر القوالب كاملين، واللي شاط غادي نعمر من الفوق حتى نكمل الحشوه كامله. شفتو جيبوا هنا باش تشوفوا معايا كثر. صافي دابا من بعد ما عمرتهم كاملين غادي ندوز واحد بحال هكا غير باش نملسهم.
غادي ناخذ طبسين نحك فيه فرماج احمر. هانتوما قبل ما نكمل غادي نوريكم كيفاش غادي ندير. كناخذ شويه الفرماج كنكثر شويه وكندير عليه شويه ديال القزبر ومعدنوس اختياري ممكن ما ديروهش. صافي دابا غادي ندخلهم الفران كنشعل عليهم من التحت ومن الفوق حتى كيتحمر لينا يبان لينا الوجه ديالهم تحمر وداب الفرماج ونخرجهم نقدمهم بالصحه والراحه. صافي ديال الوجبه ديال العشاء ديالنا كيف كتشوفوا راه كتجي بنينه بزاف وسهله وبسيطه دغيا كتحضر. هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.